الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، جزا الله خيرا الإخوة المتحدثين في المنبر. وأنا أود أن أعلق بعض التعليقات على ورقة وزعوها صوفية في الداخلية دي هنا، والنازل أنا مستغرب هم دارين في الداخلية دي شنو. الداخلية دي ما عندهم فيها حاجة، مشي يشوف له محلة بتاع التكية برا هناك، يشوف له مكان بتاع مولد، فهمت كلامي؟ شوف زريبة من الزرائب بتاعتهم. لكن الداخلية دي هنا ما في، في طالب، في كان واحد قبل كده قبل فترة بيلبس أخضر في أخضر، بديت ألقى شاقي بجاي براه وكده لابس أخضر بيمشي بجاي ويمرق بهناك، وما في أسي ذاته انتهى. قبل فترة الكلام ده طول، يعني تقريبا 2005 في الداخلية دي هنا، 2005 دي قبل كم سنة، قبل 10 سنة، الصوفية جامع ده سخن معاهم، ده ذاته جامع ده بنتكلم فيه من الوقت داك، وقلنا لهم شغلكم ده كله بدع وضلالات. شردوا من الجامع ده، سووا لهم مصلب هناك، شفتها جنب داخلية النجوم هناك، سووا لهم مصلب غادي، فهمتني؟ في ناس بيكونوا قدام زينا، حامد ده قاعد عجوز زينا كده قاعد في الداخلية دي، كانوا حاضر الشغل ده، سووا لهم مصلب هناك، قالوا ده يصلوا براهم، وجابوا نوبة بدقوها، 3 يوم فاتوا ما في شيء تاني، فهمت كلامي؟ على أي حال وزعوا هذه الورقة، وهذه الورقة لا تسمن ولا تغني من جوع، وأرادوا أن يؤصلوا بها لمنكر اسمه الاحتفال بالمولد. ده منكر من المنكرات. ويا أخواننا في فرق بين المولد النبوي والاحتفال بالمولد. المولد ده ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ده ميلاده، وميلاد النبي عليه الصلاة والسلام من حيث هو ما بترتبط بأي عبادة، لا فرح ولا عبادة عبادة معينة، فرح بتعبير معين. أما من ناحية الفرح بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وبه عليه الصلاة والسلام، دي براهة، دي ما عندها علاقة بالاحتفال اللي بيعملوا الآن الصوفية ده، عشان انت ما يختلط عليك الأمر تعتبر انه الفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم او محبته مربوطة بالاحتفال بتاع الصوفية، ما عندها علاقة به. يعني ما من مؤمن اي مسلم الا ويحب النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ما كده؟ في مسلم ما بحب الرسول؟ ده ما مسلم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده، من والده وولده والناس أجمعين. يعني أنت لو ما بتحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من والدك وولدك، أنت راجع دينك. ودي خد بالك، دي ما مربوطة بالاحتفال بتاع الجماعة اللي عاملينه في ميدان عقرب، دي عندها علاقة بميدان عقرب. وهل أنا بحب النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع أول فقط مدة 12 يوم بحبه خلاص، أول ما شالوا الخيام بتاعت المولد ورفعوا النوبة والحلاوة خلاص شالوها، تاني محبة للرسول ما في، صح؟ تاني ما في. مش هل الاحتفال مربوط بالأيام دي أو المحبة مربوطة بالأيام دي فقط؟ الإجابة لا. عشان كده من الأول أدرك تفهم إنه محبة النبي صلى الله عليه وسلم دي عبادة مستقلة، عبادة براء، لا تتعلق أبدا باحتفال الصوفية. بسأل سؤالنا، المولد ده الاحتفال به بدأ بتين؟ أول زول بدأوا قيل في زمن الفاطميين، وقيل في زمن عبيد الله بن القداح ده بتاع الفاطميين، وقيل في زمن الملك الناصر المظفر كوكبري،
على أي حال كل ده ما بيدخل في القرون الأولى، يعني 300 سنة، الثلاثة قرون الأولى المفضلة مرت واحتفال بمولد كان ماف، لا نوبة دقت، فهمتني؟ لا جماعة لملم هناك، لا سمسمية، لا نسوان عطارت لقطا، ما في ده كله. في سؤال، لو انت يا صوفي، انا بقدم سؤال للصوفي، لو انت قلت الاحتفال ده بيمثل محبة للرسول، بسألك القرون اللي مضت قبل الاحتفال ده كله كان بيحب الرسول ولا بيكرهوه؟ اكان قلت بحبوه اقول لك ما عملوا مولد، اكان قلت ما بحبوه تبقى كذاب، لان النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا انه قال ده افضل القرون، قال انت افضل القرون يا صوفي تجد بيتين، الصوفي ابوك الكبير اكبر صوفي النجرة جبتين، القرون الاولى المفضله فيها صوفي واحد؟ تحداك في صوفي؟ والله فتش كده، لما روحك تنسل يا صوفي، لما روحك تمرق، جيب لي صوفي واحد في القرون المفضله، انه واحد بس اكان وقت تقوم على حيله بيقول يا الكباشه وتلحقنا، جيب لي واحد من القرون المفضله، قرن الصحابه، قرن التابعين، قرن تابعي التابعين، اديني واحد كان صوفي تابع للعقائد بتاعتكم دي، واعتمش تقول لي من الائمه من كان يعرف بالزهد وعرف بانه يا زول ديل سموني سمساي، لكن في عقيدتهم ما معك، زي الامام ابي محمد اول دنيد ابن محمد وابي سليمان الداراني وغيرهم، فضيل بن عياض وغيرهم من الاثنى عليهم شيخ الاسلام ابن تيميه، ديل كلهم ما كان فيهم واحد عنده عقيده بتاع الصوفيه، اتحداك جيب لي واحد منهم. ها أكان الجنيد بيقول في الشدائد يا أبو هريرة الحقنا، في جيب لي، جيب دليل تقدر، لكن دل وإن سموا صوفية فهم صوفية في الاسم فقط، أما في العقيدة ما عندهم أي علاقة مع العقيدة بتاعت الصوفية الموجودة الليلة دي. على أي حال نرجع لموضوعنا، موضوع المولد، أول سؤال بيوجه للصوفية، أين كان الاحتفال بالمولد في زمن الصحابة؟ دي نمرة واحد. في زمن التابعين، نمرة اثنين. في زمن تابعي التابعين، وين كان الاحتفال بالمولد؟ كله ده ما في. معقول يا صوفية إنتوا تكتشفوا دين فاد على الصحابة؟ دين فاد على أبو بكر الصديق خد بالك، وفاد على عمر وعلى عثمان وعلي، وفات على ابن عمر وعلى ابي هريره حافظه الاسلام، وابن عمر ده من اكثر الصحابه تتبعا للسنن، معقول فات على ابن عمر ويجي يجيبوا لك صوفي هسه خد بالك بين قوسين في ميدان عقرب ولا مغادي في حوش الخليفه يكتشف دين فات على الصحابه؟ ده انت الكلام ده بيجي عليك في راسك هسه؟ عشان كده كل الأدلة اللي جابوها الصوفية بتضحك عليهم لما تقرا الدليل. ده زي الزهر اللي بيجي يقول لك ها بيجوز تلعب بالكورة في الجامع، تقول له الدليل شنو؟ يقول لك قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، طيب الكورة وينها؟ يقول لك أنا ما قال تعالى، وأنا عارفه قال تعالى، عارف أنا لكن وين الدليل؟ ما عنده علاقة دي. طيب أول استدلال قال دليل الأول، قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال الآية دي تفسيره فضل الله ورحمته، ده قال محمد صلى الله عليه وسلم، أيوة، وإن كان التفسير غير كده لكن سلمنا إنه ده التفسير، بفضل الله وبرحمته نعمل شنو؟ مش بالنبي صلى الله عليه وسلم، تمام، اها نعمل شنو؟ فليفرحوا، اها كويس بنفرح، طيب المولد وينه؟ ما قال لك افرح، فليفرحوا، امشي ميدان عقرب، لا لا الايه ما فيها هنا، ما فيها تمشي ميدان،
قال لك امشي ميدان، اتلملموا في ميدان. قال فليفرحوا. أصلت لو فرحان بحاجة، فرحان بس، أها هل بترتب على شيء تاني؟ يقول لك يوم 12 أمشي الميدان واتلملموا وعلقوا راية. منو قال علق راية؟ قال فليفرحوا. خلاص بس فرح معناه فرح، لكن ما فيه أي مظهر من مظاهر الاحتفال، لأنه الاحتفال عيد من الأعياد. فهمت كلامي؟ عيد، والعيد دين عبادة. أنت قال العيد ده ساي مزاج؟ العيد عبادة دين، والعبادة ما بتثبت إلا بدليل. فهمت كلامي؟ طيب قام مشى قدام من أعجب التناقضات عند الجماعة ديل. مش هنا قال في دليل عليها؟ مش قال ده دليل من القرآن كمان؟ مشى قدام قال والمولد بدعة حسنة. خد بالك معناه ما مقتنع بدليله، جابوا ذاته. يا ناس في حاجة ثبتت في القرآن بتكون بدعة حسنة؟ في بدعة في القرآن سورة يونس؟ يعني أنا ممكن أستجيب لي آية وأقول لا في بدعة في الحتة دينا في الآية دي؟ في بدعة في القرآن؟ عشان تعرفوا ذاته الناس بلف خساي. يعني مش دارين المولد ده يمشي برنامجه، يجيك بهنا يقول لك في آية بهاي مشت معك آية. لا ما تقول لا بدعة، خلاص بدعة حسنة. يا ودت قال شنو انت؟ احنا في السوق، في السوق يقول لك بيع 10، خلاص جيب 7 ما مشكلة، جبت 3 في النهاية بديك لها بجنيه واحد. ده شغل بتاع سوق، ده شغل بتاع سوق، ده ما شغل بتاع دين. فهمت؟ فما ممكن هنا تجي تقول لي في دليل عليها، والدليل عليها الآية بتاع سورة يونس فليفرحوا، وتجي هناك تقول لي بدعة حسنة، دي ما بتركب. فهمت؟ بعدين البدعة الحسنة جاب تعاريف كثيرة، تعاريف بتاع العلماء، وما فاهم ذات تعريف العلماء. قالوا ما له أصل في الشرع، قال إذن هذه بدعة حسنة. أصل في الشرع معناها شنو؟ أصل معناها الأمر ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أمر به، ده كده معناه أصل قاعد. فهمت كلامي؟ لو أنت بعد ذاك بعد زمن أحييته وجددته تقول عنده أصل موجود. ده مثال له زي شنو؟ ها؟ بسألكم مثال له زي شنو؟ صلاة التراويح. لما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأحيا سنة صلاة التراويح، وجمع الناس على أبي بن كعب وتميم الداري إمامين، جمع الناس عليهم في صلاة جماعة، قام قال نعمة البدعة هذه. هسه يجيك صوفي يقول لك يا مولانا شايف؟ بدعة هنا. وين البدعة يا مجنون؟ وين البدعة؟ يقول لك يا عمر الخطاب ما قال نعمة البدعة. بالله وين البدعة؟ صلاة التراويح، التراويح بدعة؟ التراويح ما بدعة يا أخي. سنة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأول، اليوم الثاني، وقيل اليوم الثالث، في اليوم الرابع رآهم اجتمعوا النبي صلى الله عليه وسلم ما صلاها. ليه تركها؟ في سؤال مهم، ترك ليه؟ خشية أن تفرض عليهم، لأنه زمن النبي صلى الله عليه وسلم زمن تشريع ممكن تفرض، أما عمر بن الخطاب في زمنه ده ما زمن تشريع جديد. عشان كده عمر الخطاب جمع الناس عليها من فقه، لأنه تاني ما بتفرض عليهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، تاني ما في شيء بيفرض جديد. فهمت كلامي؟ عشان كده قوله نعمة البدعة. قل لي يا صوفي لو داير أنت تستدل بالكلام ده وتجي تقول لي المولد بدعة ونعمة البدعة، أقول لك جيب لي حاجة سواها الرسول والناس نسوها أو هجروها أو بعضهم هجر، أنت أحييها من جديد وقول لي نعمة شنو؟ البدعة. لما يكون أول شيء سواه الرسول صلى الله عليه وسلم، طيب المولد سواه الرسول؟ احتفل به؟ طالين وطلق واحد يقول لك لا 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 النبي احتفل به. أها عمل شنو؟ قل لك قال لما سئل عن صيام يوم الاثنين قال هذا يوم ولدت فيه. أيوة يا سلام عليك يا صوفي، يا ما بتفهم. ده الدليل، العلماء قالوا ده الدليل على إنه ما في احتفال بالمولد. ليه؟ العلماء قالوا لأن
النبي عليه الصلاة والسلام صام يوم الاثنين، صاموا، وصيام يوم العيد حرام بالإجماع. صيام يوم العيد شنو؟ حرام. إذا كان يوم الاحتفال بالمولد يوم عيد ما كان النبي صلى الله عليه وسلم صامه. إذن ده دليل على إنه ده ما عيد، لأنه العيد ما بيصومه. بعدين يا صوفي، لو سلمنا معك جدلا إنه أنت ده دليلك النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم الاثنين، كويس؟ خلاص ده دليلك. طيب النبي صام، أنت بتاكل؟ الصوفي بيحتفل كيف؟ حلاوة مولد، حلاوة سمسمية، ويجيبوا المهيوبة ويجيبوا الحياة بتاعتهم ديك وعصير. يا زول، النبي جاب فتة؟ النبي جاب عصير؟ النبي أكل؟ النبي صام، أنت بتاكل؟ صام صام وأنت بتاكل. بعدين سؤال تاني لك يا صوفي، ما تلف وتدور، أوعى تلف وتدور في الدين. سؤال لك برضو في نفس النقطة دي، أنا داير واحد يجينا هنا، ما ممكن واحد يخش كده يا صوفي، خش حاول كده، تعال، أي أترجل شوية، تعال هنا، ما بتجي عارفك أنا، نقنق برا ساي، كويس؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام في صيام يوم الاثنين، هل صام الاثنين بتاعت ربيع الأول براها، ولا صام أي اثنين؟ استحب صيام أي اثنين كلين. عشان كده أنت أصوفي لما تجيني في ربيع الأول تقول لي طبعا الاحتفال بالمولد، أها دليلك وأنه النبي صام، صام ربيع أول براه، أنت مستهبل كلين. وطبعا الصوفي ما بينفع معه الصيام، الصوفي دار يلغف، دار ياكل، الصيام ده ما بيمشي معه، فهمتني؟ تقول له صوم كل اثنين وكل خميس، ما فيها ميدان خليفة دي، وما فيها نوبة، فهمت؟ وما فيها حريم. النوبة دي ذاتها كان ما جابت لها نسوان ما بتحل لهم، لا واحدين كتار جدا، ما بتحل الشغلانة دي إلا تجيب لها حريم، نسوان بهيني ورجال بيجاي وزحمة، فهمت؟ وحلاوة بهناك. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل زي ده؟ بلاش استهبال معاكم يا صوفية، لف دوران، خد خليت بالك معي، ده كله خد كوم واحد، كله كوم واحد، انه احتفال بالمولد بدعة، مش كده اتفقنا؟ تعال شوف الاحتفال، قول بيجوز، قول ده شد خليناه، شد الأدلة دي كلها خلينا، قول بيجوز، تحتفل كيف؟ كيف بدعة؟ الآن الصوفية بيحتفلوا كيف؟ وفي سؤال تاني للصوفي، هل الاحتفال القائم الآن في ميدان خليفة وهناك في ميدان المولد في بحري في الخرطوم تاع سجانة، هل ده احتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بشيوخ الطرق؟ أمشخوا شي خيمة بتاعت الجماعة دي من بداية الخيمة، يقول لك الطريقة القادرية العركية، معلقين صورة الشيخ بتاعهم فوق، تمشي الخيمة البعدية الطريقة القادرية أولاد الشيخ الجعلي، تمشي البعديو الطريقة القادرية في امتى أولاد ما تعرف منو، قسموا الشغلانة كلها. ده احتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم، خش ميدان الخليفة وريني خيمة الرسول وين الخيمة القاعدة دي، السنة الفاتت كانت 72 خيمة، وريني وين خيمة الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان الاحتفال به ذاته. ده عبارة عن احتفال بشيوخ الطرق، تلقى معلق لك الصورة بتاعت الجماعة دي فوق، فهمتني؟ فوق كده معلقينهم واحد بين الضراس صوت، فهمت؟ واحد تلقى كاجم عينه كده حاضر لك، واحد بعراق لهني، أخونا نورين قال له ده تقول برضع عراق لهني، فهمت؟ تلقى معلق، وبعد ده كاتب لك عليهم كلهم ألا إنا أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وين هم دل يا دل؟ دل أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ده الشفوت ساعي دل يا أخي، دل عبارة عن مجموعة من المجرمين، مجرم بين الدارة ومجرم بران الدارة ومجرم بطاقية، فهمت؟ ومجرم شال له سبحة كبيرة، ودل ضيعوا الأمة، الأمة شفت السودانية ما ضيع إلا هؤلاء المجرمون باسم الدين. يعني الواحد منهم
ما بيجي بقول لك انا سفيه وتعال السافه معي، بقول لك انا ولي صالح وتعال لي هنا، اي مشكله انا بحلها لك. انت دار الجنه؟ ما انت ما بتكون دار الجنه، دارين الجنه ديل هناك. انت ما عرست، انت بقبضك بالعرس، دار تعرس هاي ولا تخرجت وما لاقي شغل؟ تعال نشغلك يا شيخ. انت شغال شنو؟ انت ما تسال الشيخ ده شغال شنو؟ قبال ما انت تمشي له والله في فرص شغل بجاي. يا دار انت ده قالوا وكاله؟ وكاله عشان تقول له فرص شغل؟ الشيخ شغال شنو؟ ده بياكل العتان بتاعت النسوان، دي جايه من الجزيره جابه دعتوت بيضربه، دي جايه من مرواب شايله ذهب بيلغى، ده شغله. تجي تقول له اديني شغل؟ هو ده راجيك انت المسكين ده عشان تجي تدفع له، يقول لك تعال انا بديك وظيفه البياض تدفع 200 جنيه. يا زول انت ما دام بتوزع وظائف وبتوزع شغل بتبيعه لنا ليه؟ ما دام هو بيع معناه دي الوظيفه بتاعته، انت فاهم كلامي؟ دي وظيفته انه ياكل حقك انت. عشان كده ربنا قال ان كثيرا من الاحبار، احبار ديل العلماء والرهبان ديل الدراويش بتاعين السبح، لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فانت افهم كلامي ده كويس. الصوفيه لو كان الاحتفال بجوز، لو كان بجوز بالطريقه دي ما بجوز، لو كان بجوز ذاته. يا اخي العلماء قالوا لو ان الانسان احتفل بالمولد بقراءه القران وتلاوه الحديث النبوي، يعني تجيب مصحف وتجيب كتاب بتاع حديث البخاري ولا بداود، تقرا قران وحديث نبوي احتفالا بالمولد، قالوا ما بجوز. رايك شنو؟ ما بالك بواحد بيجيب له نوبه وكشاكيش، فهمت؟ وبلم له مجموعه من الحيران، واحد بنط فوق بدق الواطات ولف كده بكراعه واحده وعامل له نيش لفوق شعره، فهمت؟ وسخان. والله انا مره مشيت بالغلط كده، خشيت في مغابر حمد النيل، مغابر فاتحينها من داية بتاعت رئيس مغابر، والله بقوا من داية. بس دخلت هناك تخيل معي، لقيت الدراويش ديل بيرقصوا في النوبة، والله واحد عنده شعر اظن ده لو 13 سنة ما ضاق لموية، وسخان وريحته ترمي الطير ده من الهواء من فوق، والجماعة بيعاينوا فيه ومبسوطين. الأولي يقول لك دولي ولي كاف يعني الوقا ولي شنو؟ بس انا داري اعرف مؤهلات الولي شنو ذاته. انت عارف احنا عندنا في السودان هنا عشان تبقى ولي صالح عوضة بس وسخ، شفت؟ توسخ تمام، تلبس جرابيه فيها 13 لون، فهمتك؟ والشلك سبحه بهيني وبريك مليان فيه رطل بتاع طحالب و36 نمله، فهمت؟ وضبانتين جوا، وتجي لاف في كاتل حيلك في الشارع بتتلبط. ها وخاصه كان قلت لهم انا نبي الله الخضر، اووك الناس دي كلها يقول لك اوه نبي الله الخضر بجاي، يا سلام عليك الله. اديه طوالي يقول لك اديه حاجه، تديه شنو؟ طبعا عندهم ده ما فهم بتاع السودانيين، نبي الله الخضر ده عندهم واحد لافي في السودان هنا لافي شحاد، الشحاد ده بيجيك بيقول لك لو اديته بتتفتح عليك، لو ما اديته بتحصل لك مصايب. طبعا الوهمه دي فاكرنا الصوفيه اصلا هي حكايتنا بالله الخضر حي وكده، فاكرنا الصوفيه عشان يمرقوا من الخلاء ويشحدوا وسخانين. اي واحد منهم انت ما احتمال يكون بالله الخضر بتديه، ما احتمال يكون ياهو طوالي جاك يا اخوانا عليك الله نفك من البتاع الحكايه دي هاك بتديه، وداير في النهايه يشحد بالموضوع ده وداير ياكل بالسبب ده، فهمت كلامي؟ يجي يقول لك نبي الله الخضر، وجانا بجي ناس ناس نبي الله الخضر ما مات زمان، انتوا المعلومه فايت عليكم، ما مات زمان يا اخي. ربنا قال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون. يعني انت قايل في زول بيعيش كده طوالي ما بموت كله كله؟ وبعدين يا اخي قول نبي الله الخضر حي، قول حي. المقاعد في السودان ده شنو؟ لا انا لو عندي خصائص زي بتاعت نبي الله الخضر دي، لو دانا خليك من نبي الله الخضر، لو انا ده وعندي خصائص زي بتاعته دي بحيه ما بموت، وبلف في اي محل وبظهر فجاه، باقي لك باجي السودان ده
زياره ما بجي. لو دار اشحت بشحت في السودان يعني يدوك شنو السودانيين ديل عندهم شنو ذاتهم. لو امشي الخليج يا الله هديك انا لو قابلني نبي الله الخضر بقول لها دقيقه انا عارف انه نبي الله الخضر ده مات، لكن لو انت ياهو في الخليج يا اخي انا عندك نصيحه امشي اشحت هناك، لكن هنا ما في حاجه، هنا ذاتنا الله ياكلنا احنا في رقبتنا دي، خلي كمان نجي ناكل الناس ثانيين. فشوف اسمع كلامي ده كويس، الصوفيه لو كان بيجوز الاحتفال بالمولد لو بيجوز طريقتهم دي غلط، لانها طريقه مبنيه على بدع. هنا قال والانصار ده يستدل على الطبول بتاعتهم اللي بيدقوها دي والنوبات. قال والانصار رجالا ونساء استقبلوه قال بالطبول والدفوف والشعر والانغام وقت وصوله الى المدينه المنوره مهاجرا اليها من مكه. كويس كذابين، ما في زول استقبل النبي بدفوف وتحداك. تعال اثبت لي من ناحيه تاريخيه، انت قال التاريخ ده بشيله من المسلسل المصري فيلم الرساله، في ناس ده دينهم دينهم فهمت؟ يقول لك يا زول انت بتنكر علينا، جابوها في التلفزيون الجهه ممنوع في التلفزيون، جابوها الصحابه دل ما مصريين. الله هديك يا اخي الله هديك، دل ما صحابه، هو تعرف بيكون مقتنع انه جوا التلفزيون دل الصحابه ذاتهم، نقول لك جابوها يا اخي ما شفناهم نحن، شفتهم شنو دل المصريين يا اخي، ده ما ياهو ما ياهو دل صحابه. فهمت كلامي؟ والروايه دي ابن حجر العسقلاني في فتح الباري قال هذه الروايه باطله منقطعه ما ثبتت. يجي طوالي اعمل لك عليها قصيده طويله عريضه، طلع البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. كذب كذب ما في، ما قالوا كذب ولا اي حاجه. تعال اثبت لي والتاريخ ده غلط قالوا انت قايل. العراقي في تحقيق كتاب اسمه حياء علوم الدين، حياء علوم الدين ده بتاع الغزالي، كتاب سيء جدا، الذهبي قال مفترض يسموه كتاب إماتة علوم الدين، ده بتاع الغزالي ده. لمن حقق الكتاب في جاب الرواية دي ذاتها وقال الرواية دي باطلة، فيها 200 سنة مجهولين الراوي بتاعها منو ما معروف، 200 سنة زول بيجي بيقول لك الليلة دي بيقول لك حدثني مثلا الإمام مالك. انت الإمام مالك قابلته هنا الشقي، قابلته هنا انت، مين هنا يقول لك حدثني ذاك؟ ما حدثك ولا قابلك وانت كذاب. دي روايه زي دي كده لفقوها جماعه زمان نجروا عشان يجوا ديل يرقصوا بها، ده الموضوع. فالروايه دي استقبلوه بدفوف دي ما في. قال وفي نفس الكلام ده قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم في عهده بيجوا صحابه قال و بيمدحوه بأشعار، قال وكان يتواجد مع الأشعار، قال ويهدي إلى بعضهم هدايا، وكأنه بيشير للرواية بتاعت منو؟ القصيدة بتاعت منو؟ زهير ابن أبي سلمى، بانت سعاد فقلبي اليوم مدبول. كذب، ما قال قدام الرسول ولا قال، لحد ما ألقى عليه وقال بردك جدع عليه كده ثناء عليه، ما في رواية زي دي، ما كذبه دي. وقاعد هسه يقرونا ليها في المدارس، يقروك ليها وفي ذكرك مشدود مع القصه فهمتها وكذا وتكتبها وتمتحن فيها، كذبه ساي في النهايه، ما في كلام زي ده. مع انه انشاد الشعر في مدح النبي صلى الله عليه وسلم او غيره ممن دونه من الامه ما فيه مشكله، يعني دي ما حرام كونك تنشد قصيده بس تكون القصيده مضبوطه. ماذا الشغل بتاع الصوفيه ده؟ شغل بتاع الصوفيه ده بوديك جهنم. اسمع الكلام ده كويس، تموت على عقيده زي دي بتاعت الصوفيه ديل من هني وجهنم طوالي. النبي عليه الصلاه والسلام كما في الصحيح جاءت جاريه بتمدح بقصيده وفينا نبي وفينا نبي، قصيده طويله، قالت وفينا نبي يعلم ما في غد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا تقولي هذا، دا ما تقولي تاني، وقولي ما كنت تقولين. ليه؟ قال لا يعلم ما في غد الا الله. اسس الصوفيه مش النبي صلى الله عليه وسلم،
عندهم يعلم ما في غد الشيخ مش الرسول. لو قلت الرسول يعلم ما في غد تبقى مركت من الدين، كيف لو قلت شيخ صايم الشيوخ الصوفية ديل؟ ولا رسول ذاته ولا نبي ولا صالح ذاته، ممكن يكون ولا مسلم ذاته، فهمتني؟ تقول ده يعلم ما في غد، ها رأيك شنو؟ يعلم ما في غد كيف؟ البرع كتب لي ديوان كامل وهذا ديوان يبيعه هني في جامعة الخرطوم مكتب هني دي اللي بيجاي كويس؟ وفي مكتب جامعة الكبير بكرة عقبة تمشي، وفي الدار السودانية هذه بيجاي بكرة أم درمان، فيه البوسطة البحري بتاع هنا دي جنب البوسطة بتاع البحري، فيه كتب فارشينا في الوطن بيبيعوا فيها، فيها صورة البرع كده مطربش برا في الغلاف. قال قوماك نزاور، ده أول بيت في القصيدة، قال ده نزور الفقراء، قوماك نزاور للأولياء الأغطاب، ده الأغطاب الأرض، قال ماسكين الأرض ها ليهم نشاور، قال منهم خفي الحال، منهم مجاهر، منهم عليم بالغيب، مش ساي مش صدفة كده ولا حاجة، لا قال منهم عليم بالغيب باطن وظاهر، كله بيعلموا ده سوداني سايدة عليم بالغيب باطن وظاهر. ها رأيك شنو يعني هسا لو احتفال بالمولد بالصورة دي، لو النبي قال احتفلوا عديل مش خليني من تجيب لي كلام ملفق وتلقط لي كلام وفلان افتبه وما افتبه، قول النبي عديل قال احتفلوا يا ناس، هوي احتفلوا بالمولد، نحتفل زي ده؟ نجي نقول قصائد زي دي؟ وولي يعلم الغيب دينا في سراج السالكين ده بتاع ود بدر بتاع نضوم بان بهيري، والحفيد بتاعه الطيب الجد ده الان في امريكا، انت قال مشى لمنو؟ مشى لاوباما هناك، ذاك الطيب الجد معهم، حافظ المنتصر الزر المفقوع في التلفزيون ذاك شفته، والجماعه الان في امريكا هناك في البيت الابيض ومرسلين الليله رساله، قال انعقاد اول جلسات في البيت الابيض للمباحثات، بتبحثوا في شنو؟ الله يبحث يضنيكم ديل يا اخي ريحنا منكم، تبحثوا في شنو انتوا؟ قاعدين مع اوباما هناك كويس، والغريبه زمن طويل الصوفيه قدروا يعملونا غلبه، الود الطقيع واللي اسمه البيجين هنا ذاك، فايتوا هيا الوهابيه، قال مستر هنفر مع شيخكم اليهودي، مستر هنفر وعلم شيخكم محافظ الوهاب، مستر هنفر بالله مستر هنفر ده يهودي صح؟ طيب اوباما شنو؟ تابعي؟ صحابي؟ اوباما الان خليك من زمان، مستر هنفر طبعا كذبه تاريخيه، كذبه ساي كتبوا لهم كتاب لا فيه اسم مؤلف ها؟ لا فيه مرجعيه، لا فيه رقم ايداع، كتاب فكوه في السوق ساي، كتاب وات حرام ما معروف ذاته ابو منو، كتاب مجدوع في السوق، فهمت كلامي؟ يا خليني من الكتاب ده، انت الان هسه دي وين طيب الجد؟ وينو حمد المنتصر هسه دي وينو؟ قاعد مع اوباما هناك متكل معه هناك، فهمت؟ وتجي تسالنا نحن ثاني؟ اوعى يا صوفي تسالنا، فهمت؟ ثاني لو جيتنا في البلد دي يا صوفي، لو جيتنا داخل هنا في المنتدى ده، اول سؤال احنا بنوجهه لك، لماذا ذهب الصوفيه الى اوباما؟ ده سؤال نمره واحد، ها؟ وما هو الفرق بين اوباما وبين الجماعه المشوليه؟ ده برضه سؤال، ما انا بسال سؤال بريء يعني ما في حاجه، سؤال بريء، ما هو الفرق بين اوباما والجماعه اللي قاعدين معاه والساده كلهم؟ تعال وريني الفرق بيناتهم، فهمتك؟ واذا كان عقيده اوباما بيقول بيعتقد في المسيح عيسى بن مريم انه بينفع وبضر من دون الله عز وجل، والجماعه المشوليه بيعتقدوا انه الكباشي بينفع وبضر من دون الله، ما هو الفرق بين العقيدتين ديل؟ وايهما اشد كفرا؟ نرجو اجابه يا صوفي، وافينا بالاجابه بسرعه، بتقدر؟ انا عارفك ما بتقدر، عم شوف شغلتك في مهيوبه بيوزع فيها مش اشرب اطحنطر امشي، الله يهديك يا صوفي، انت اللي بدخلك الدخليه دي شنو؟ الدخليه دي ما شباب بتاع صوفيه، دي بيقعدوا فيها طلبه عقلاء، الواحد فينا قال لك بيفهم انه يا اخي الله خلقنا والبرزقنا الله براو الشيوخ ده ما عندهم حاجه، فهمت كلامي؟ بعدين يا صوفي انتوا في عقائدكم، انا ما نسيت الكتاب جايك راجع له كتاب ما نسيته،
انتوا في عقيدتكم يا صوفي بتعتقدوا انه الكون ده في يدكم، في يدكم كله، بتتصرفوا فيه زي ما دايرين. طيب مشيتوا لاوباما ليه؟ انتوا بتخمشوا اوباما ده تجيبوه هنا؟ انتوا يا صوفيك ما دام الكون ده في يدكم انتوا محتاجين لامريكا في شنو؟ انت مش تقول لي مباحثات بتبحث معهم ليه؟ مش دي الكفار؟ مش ربنا قال واقتلوا المشركين حيث وجدتموهم؟ وانتوا الكون ده قلتوا في يدكم كله كده، قال ماسكينه في يدهم زي ده، قال طب اعرف انه 500 جنيه ماسكينه كده، قال كله ما دام في يدكم. اوباما ده راجم به شنو؟ عاجبكم ولا شنو يعني؟ قبل فتره الفاتح البرعي ده كمان في هناك في الغرب مطلع قصيده قاعد في عن قريب معه مجموعه من الحيران بتاعينه، قال مسمينا صاروخ القوم انا قالوا لي جاهز صاروخ عندهم صاروخ قادر يفكوا فينا نحن. يا ده انت فكوا فينا نحن صاروخك؟ نحن مساكين فكوا في اوباما ده كده صاروخك ده يا مستهبل بتاع الختميه؟ قال الكون ده في يدهم قابضنه كده. ها بتاع القادريه؟ قال لهم انا ما قابضه لكن انا طابقه كده طبقه جد هنا دي. قال ذراعي من فوق السماوات كلها، رفع يده بفوق وبهناك جاب راجع. قال ومن تحت بطن الحوت امددت راحه دي، طبق ليك الكون ده كله كده بس. اها جاي تعرف بتاع السمانيه؟ قال لهم انتوا شغلتكم دي ما ركب عدله، اقول لكم قولك. قال رجلي هذه كراعه على رقبة كل ولي، ده بتاع السمانية جا رفع كراه فوق لدرجة جت، وبتاع الختمية قال قبض الكون كده في يده كله. وده عامي انا ما عارف ده مكربنا ولا ده عافصنا فهمت ولا ده ماسكنا كده ولا الحاصل بالضبط شنو لسه ما فاهمه. بالشاكل فينا احنا قاعدين، تخيل معي احنا قاعدين وفي مملكة بتاع الصوفية بتشاكل فينا، ده قال الملك في يدي وده قال انا انزع من اشاء ها واسلب من اشاء، وقال عندهم حاجه اسمها غارات بتاعت اولياء ولي بغير على ولي تاني. يا ناس انتوا قال روحكم وين؟ احنا في فولترون ده بغير على ده وده خمش داك. قال واحد قال قلع روح المريد بتاعه، ده في كتاب قطرات من بحور الطريقه السمانيه. قال واحد قلع روح المريد كويس يعني قتلوا وشار روحه، قال الدالي ملك الموت وملك الموت فات بيه. قال ديل جو قول له الحوار بتاعك ده مات يا اخي، تعال شيل فيه الفاتحه. قال انا اشيل الفاتحه في حواري؟ قال لحق ملك الموت اتقابلوا في الهواء فوق جموين انا ما عارف اتقابلوا، انت عارف الشكل مع ملك الموت، جيب الروح ما بجيبه فك ما بفكك امسك اقبض مع ملك الموت. خليت بالك معي؟ قال شايل الارواح شايله كلها، قال في قفه ولا شنو ما عارف، شال الارواح كلها. قال بعد شويه الولي كفل قلى والارواح كلها، قال اي زول رجعت روحه بالله. وطيب كان دفنوه ده متورط كان جاته جوا يسوى شنو؟ بالله شوف الشغل بتاع صوفيك ده. هسه تقول لي احتفال؟ لو احتفل بالطريقه دي لو النبي قال احتفلوا تحتفل زي ده؟ انت مشرك خارج من الشريعه الاسلاميه برا الدين، ما في لعب. شنو الدين ده على كيفك؟ هو يا اخي صحابي قال له كلمه وما كان يقصد بها هذا المعنى، قال ما شاء الله وشئت يا رسول الله. الكلمه دي بمقاييسنا الليله مش بنشوفها بسيطه؟ هذا يقول لك يا اخي ما في حاجه، ما قال بس شاء الله وشئت، لا لا لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال له وجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. اتخيل في كلمه زي دي يقول له انت قدرت تبقيني ند لله؟ خد بالك معايا الصوفيه الليله، الواحد منهم بيقول لك شيخنا ده طلع لله فوق زي ما قال صاحب كتاب صاحب كتاب قال قلائد الذهب وفواتح القرب، قال في ترجمه الدسوقي قال بينما كنت امشي بين يدي الله تحت العرش، يعني ماشي كده بمزاج في العرش فوق بين يدي الله. قال تخيل معايا الصوفيه جايبين ناس الكتاب هذا بيبيعوا فينا، ده الشيء اللي بيمغصنا احنا وبيقطع قلبنا، هذا بيبيعوا فيه والله في مكتبة الجامعة الكبير، والإصدار بتاعه 2011 2011 شركة 2011 السدة كويس؟
اتخيل معي، قال انا ماشي تحت العرش بين يدي الله. قال فقلت له كذا، بتكلم مع الله. قال قلت له الله كده وقال لي كده، يعني بتناقش مع براحك يعني بمزاج كده مع الله فوق. قال وبتناقش معه. اصلا احنا كان قلنا الله في السماء زي ما الايه امنتم من في السماء يجيك تقول يقول لك لا، قلت له الله ما كون. وطيب ده طلع وين هسه؟ كده خليه كلامنا احنا، ده طلع وين بتاعك ده؟ قال طلع فوق لله وتونس معه وصوفي لليله سمعته. قال ده كافر ما في، بيجيبوا لك عديل في كرامات الاولياء والصالحين وغرزوه تغريز وتحت رعايه. قال امانه الذكر والذاكرين، والله دي لا امانه الذكر ولا فيها ذاكرين ذاته. ذكر بتاع شنو يا اخي؟ دي قله ادب، قله ادب مع الله. زول يطلع فوق قال يتونس مع الله؟ ذاك الفاتح قريب الله كان مدير بتاع جامعه ام درمان، والله ده انا مدير بتاع زريبه عفنه بتاعت غنم شفتها معولقات ما ادي لها. قال مدير جامعه ام درمان قال لي احنا عندنا حضره الهيه مع الله فوق وحضره نبويه مع النبي تحت، نقعد قال مع الله وكده. واحد يا اخي قال متلف من الـ من الـ من الـ فجاه كده تقول له تلف. قال كنت وين؟ قال مع الله بس وجيت راجع. وشنو انت قال روح جاي من جبره؟ يعني بمزاجهم الصوفيه، تخيل بمزاجهم، يعني واحد فيهم طلع لارضه ورجع وخش القبر ومرق فهمته، ويجي يتفاهم لك مع الزول جوا القبر ويطير السماء. بينما قال احمد طيب البشير تبا ليون عواليقهم عفنين كلهم ديل كتابه ظاهر الرياض، ويجي هسه واحد يقتل لك حاله يقول لك لا 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 يا اخ ما في داعي يا اخ ما تجرحه يا ود انا لميت فيك ما تجرحه شنو يا اخ يا اخي ده قال بينما انا طايف قال في السماء الرابعه بمزاج قال طاير في السماء الرابعة. يا اخواننا يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم وقت عرج به جاءه جبريل وصعد مع جبريل ويستفتح باب السماء من معك محمد، كلام طويل ده يا بس هاي كده بس حفت له وابا قام. قال في كتاب اسمه النصرة العلمية تبا لأي صوفي معفن بيعتقد العقيدة دي، كتاب النصرة العلمية لأصحاب الطرق الصوفية في أسدي، أسدي طبعة جديدة أنا جبتها بقرا فيها أمس دي. أتخيل معاي قال باب، ده باب منفرد يبوبوا لك في جهنم يا كلب. باب قال باب براو شفاعة الصوفية قال للأملاك، صوفي قال بيشفع لملك، يعني خد في بالك خدت الصوفي محله فوق للملائكة، إنه الملك ذاته قال لما نغلط مع الله، ده كلامه لما نغلط مع الله قال بيجي نازل لنا نحن كلنا كده عليك الله بس كلمه تعالى. قال والكلام ده جابه السمان العفن اللي اسمه الشعراني، ده واحد وسخ مصري فهمتك، ده جابه برضه في ترجمة بتاعت واحد اسمه قال محمد من الغنوجي ولا من عواليك كده من جماعتهم دي. قال بينما نحن جلوس في حلقة الشيخ قاعدين زي قعدتنا دي، قال نزل شبح من الجو هوب جاء واحد واقع قال من فوق، قال لا يدري الحاضرون ما هو، الوقع ده دول بيعرفوا ما في. قال فأطرق الشيخ ساعة، طبعا دي زيادة في السيناريو عشان يدوك فيك مقلب انت الشيخ دنقر كده بعد مسافة. قال فطار الشيخ، أشيل وقع داك قام والشيخ وراه هوبا مشك. الشيخ جا راجع ثاني قال له مالك يا شيخ ماذا حدث؟ ده شنو الجدا وانت طلعت معاه؟ انا ما فهمنا حاجه، نزل واحد وطرطوا الاثنين وجيتنا راجع براك ما فهمنا حاجه احنا. قال هذا ملك من الملائكه حصلت منه هفوه، غلط لغلطه كده مع الله قال، فاستشفع بنا فقبل الله شفاعتنا فيه. انا اتحداك يا صوفي اجع لك هنا بدافع عن الكلام ده، وانا قلت العبارات دي الليله بالذات لانه في مجموعه من الجماعه بيجي بيقول لك لا لا يا اخي جرحته يا اخي ما ممكن، والله انا الاقيك انت الجرح اللي بدخله فيك لمن تموت فهمت ما تنسى يا مستهبل، دي عقيده من تهكوه يا اخي، دي عقيدتنا يا اخي، بيلعبوا بها ناس زي ده لعب زي ده. صوفيه بدقلوا بالشعب السوداني وبالعقيده كلها بدقلوا كده ده بمزاج، والجماعه كاتين حيلهم يا واحد عولاك خايف منهم فهمت؟ يا واحد دار له قروش، يا واحد دار ياكل، والله
تدافع عن عقيدة زي دي تقابل الله وما عندك حجة يوم القيامة، تتأدب أدبك عمرك ما شفتها. ده وسخ يا أخ، وسخ وكفر وإلحاد وزندقة بيه على المستويات. انت داري الكفر أكتر من كده؟ يعني الكفار ده خلوا لهم شو ناسا كده ورونا حاجة خلوها للكفار عشان يقولوا يكفروا بها ساي شنو؟ يعني أصل الكافر ده لو داري يجيب لي حاجة ديل ما قالوه يقول شنو؟ يقول لي كده فكر معاي انت، يقول انا الله قالوه، يقول شنو يعني؟ يقول انا بعلم الغيب قالوا بنعلم، فهمت؟ يقول انا البنيت السماء وانا النار، النار دي بط فيها وبتدردك فيها جوا، قالوا صوفيا قال بتدردك كده اوه بجوا النار بتدردك فيها، قال بخليها حشيش اخضر ما في اي حاجه ثانيه. تبا لدي عقائد وده وسخ وكفر وشرك بأعلى المستويات. ده كلام فارغ ده يا اخي، ده كلام فارغ والله. زول يدافع عن ده زنديق ملعون مفترض يقتل، شفت؟ يقتل الا يتوب. ده زنديق ده، زول بيدافع عن كلام زي ده. ومن شوف الكتب الليله، تعرف الكتاب بتاع النصر العلميه ده للاسف محقق ودكتور، دكتور عديل مش دكتور، بروفيسور، قال في العلوم الاسلاميه محقق الكتاب ده، ده مش مفترض يدق له مسمار فينا فوخه ده؟ والله ده انا لو في الامر في يدي ادق له مسمار مصدي طوله 6 أمتار ادق له في راسه ده فوق. بلاش كلام فارغ يا اخ، ده دين السدى على اي حال يا اخ. اللهم المستعان. الورقه دي ما ف... دي لو جابوا لك في الداخليه بيجيب لك ده داخلها في اضانه، دي ما ده ما دينا، ما في حاجه اسمها احتفال بمولد، فهمت كلامي؟ طيب الكتاب ده فيه كلام سيبه، نفتح الفرصه للنقاش. لو في زول دار يدافع عن الجماعه ديل، اي زول دار يدافع عنهم يجي هنا. احنا قلنا كلام في النازل ولسه عندي كلام ثاني انا بقوله. ثاني لسه ما انتهى، ده في واحد دوه هنا ده وده جديانة، اصل ما تتكلم ما تقول لي ليه؟ ده جدك انت؟ هذا هنا قاعد دوه. ده جدانا عندي معه نظام بعد شويه خليه. انت تعال ورينا رايك في الكلام اللي احنا قلناه هذا شنو؟ عشان ما تبقى شغله بتاعت لو لو. شوف البلد دي اكبر مقلب فيها وش مرجعنا نحن لورا العقيده دي؟ اذا كان دي عقيدتنا يا اخواننا نحن نرفع رايه الاسلام كيف؟ اذا كان دي عقيدتنا. يا اخي ابو بكر الصديق رضي الله عنه لما رسل الجنود بتاعته وفي اخر حياته وما تم ايامه مات رضي الله عنه وارضاه، لما رسل معركة اليرموك رسل القادة بتاعينه ولحقهم خالد بن الوليد، الجيش بتاعه 23,000 وزادوا تاني بخالد بن الوليد 8,000 أو 9,000 كله حوالي 29 أو حوالي 31,000 كله الجيش كويس. مشوا قابلوا الروم، 240,000 240,000. القائد بتاع الجيش من هناك رسل رسالة لأبو بكر الصديق، قال له نحن بنحتاج إلى مدد من القوات، نحن كلنا ما تعمل لنا كم 30,000 وديلك 240,000. أبو بكر الصديق رسل له رسالة صغيرة، قال له أنتم قوة أو بعبارة أخرى لن تهزم من قلة. انتوا قال لهم بعددكم ده ما بتتهزموا، ما تقول لهم 240. قال الا ان تعصوا الله سبحانه وتعالى، فلو كنتم على الطاعه فلن تهزموا من قله. انتهت الرساله، رجع لهم دوروا معركه مع الروم ضد الجيش بتاعهم 240,000. الجيش بتاع المسلمين ده بقياده خالد بن الوليد مترس كده الجيش ونظمه تمام ونظم الكتائب. الجيش بتاع الروم ده بيدور حوالي جيش المسلمين ايام عشان يقدر يخترق الجيش ده، ما قدروا ايام. الجيش ده قالوا بتاع المسلمين بيدور زي الصينيه بيدور كده كله مع بعض في محله دي، ما قدروا يقدروا يخشوا بجوه. انتهت المعركه بعد ايام وقتل من الروم 180,000، قتلوا 180,000 منهم. باقي لك ديل بيقتلهم بعقيده زي دي؟ هسه قام واحد منهم قال اوه يا الكباشه، الجيش انتهى معنا كله.
انقرض وشدل يا أخي. إذا كان الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد في معصية بنوع تأويل معين، صحابة شافوا حرسوا الرماة فوق جبل بتاع أحد وقال لهم ما تنزلوا علينا ولو رأيتونا اتخطفنا الطير، شافوا المعركة اتحسمت والنبي انتصر وبيجمع في الغنائم، نزلوا بتأويل منهم. المعصية دي ربنا سبحانه وتعالى ابتلى بها المسلمين، وهزم الصحابة ومعاهم الرسول عليه الصلاة والسلام بمعصية زي دي. أسأل الليلة كيف شرك رأسه عديد، شرك بالله، ده يعتقد في الله وده يعتقد في الشيخ وده ينفع والشيخ يدور ويحيي الموتى ويسوي أي حاجة، ويجي واحد شاتح لك خشمه يقول لك لماذا نحن في ظله، ما من نوع عقده، النوع عقده يا صوفي ده يهز علينا احنا ذاته برا عقيدة ما بنمشي لقدامه. في حرب النكسة مع اليهود فينا قريب ده 67 في مصر، اليهود وكده بيقاتلوا في المسلمين، بيقاتلوا فيهم بعقيدة، بيقروا في التوراة بتاعهم بيقاتلوا بعقيدة. تخيل معي المسلمين العطالة ديلك شغالين مركبين في اذنهم الاغاني بتاعتهم كلثوم وطني وبتاع، تبا ليكم يا اخي، تنصروا دين زي ده، دين منتصر زي ده؟ يا ناس يا ناس احنا دايرين ننتصر ونحن الصوفية مالين البلد والبدع مالي البلد والشرك مال البلد والضلال مال البلد من أولها لآخرة يا أخي، يا أخي من أولها لآخرة يا أخي. السلال أمشي مواديا المولد، شوف في كم من الآلاف من الخلق من البشر من الصوفية قاعدين بيدقوا في النوبات دي وبرقصوا، والعقيدة الخربانة تلقى ناس في مراكز في البلد دي، الواحد تقول عنده دين وعنده علم، تشوفه نازل من عربيته لابس كيف وشكله والألقاب بتاعته الفلان الدكتور الفلان البروف الأول، أول ما يجي جنب الغبر بتاع الشيخ يبرك في الوطن الشيخ والزلة الزلة لله، ما بنزل كده، ده بيقدمنا لقدام والله. ثم بالله ثم تالله السودان ده ما يتقدم لقدام إلا نرجع لعقيدة صحيحة، والله ما نتقدم، نتقدم يا اخواننا بالبدع والشرك والخرافات والزندقة والإلحاد، وعندنا الملحدين والزنادقة ديل الأولياء والصالحين، ديل الملحدين والزنادقة، الناس اللي بيقول لك أنا الله وأنا البحي وبميت، وزي بن شتح محمد منتصر ده في التلفزيون يقول لك الأولياء بيخلقوا يخلقوا زول يخلقوا عديل، وقال تطوف في القبة ما فيها حاجة، وقال الأولياء والصالحين يعلموا الغيب ويحبوا أي شيء يسووه، انت راجع شنو بعد في السودان، راجع شنو تعني انت. على أي حال أنا جريت كثير وزعلت شديد، الفرصة مفتوحة للنقاش، ما تخاف الكلام ده أنا عارفه بخوف، لكن خش ما برد عليك، أنا برد عليك زول تاني، أنا زعلان كده، خش فرصة مفتوحة للنقاش. يا مزمل